ألف أو مبروك. والزغلول أهو. طبعا طبعا مبروك طبعا ليكم، وألف مبروك ليك فيك يا حبيبي يا رب، وعلي معلول أهو معاك، وربنا يكرمه إن شاء الله في اللي جاي. نجم نجوم النادي الأهلي الحقيقة، علي معلول واحد من أهم لعيبة النادي الأهلي، الشخصية الكبيرة والروح. أما بتشوف علي في أرض الملعب وبيكلم لعيبة النادي الأهلي وحفزهم، يعرف قد إيه القيمة الكبيرة جدا. عشان كده جمهور النادي الأهلي بيعشق حاجة اسمها علي معلول. مبروك علي، مباراة مهمة جدا، غيابات كثيرة، لكن الأهلي بقى من حضر، الكل كان على قلب رجل واحد، تحديات كانت صعبة جدا، لكن كالعادة فرحت الجمهور وفرحت الشعب المصري كله عليه. أكيد أكيد، ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي على الانتصار الممتاز مقابل الديربي. كنا عارفين قيمة المقابلة هذه، حضرنا المقابلة بتاعنا كما يلزم، دخلنا للمقابلة بمعنويات مرتفعة، نعرفوا الفارق ما النقاط بيننا وبين نادي الزمالك، خصوصا في الفترة الأخيرة نادي الزمالك كان بيمر شوية مشاكل، لكن احنا كنا مركزين المقابله، كنا عارفين انه ثلاثه نقاط هذا مهمين يخلينا نوسع الفارق مع اقرب المنافسين لينا، ويخلينا نحضروا ان شاء الله الكاس العالم للانديه في اجواء ممتازه، نسافروا للمغرب والمعنويات نتاعنا مرتفعه. اللعيبه الكبار يمكن اكدت على هذا الامر، كمان الوافدين الجدد كان ليكم دور كبير جدا معاهم ان انتم تدخلوهم في الجيم وتدخلوهم بسرعه. شفنا خالد النهارده اداء مميز، وشفنا لعيبه كثيره جدا، ازاي قدرتوا توصلوا اللعيبه لحاله الانسجام دي علي؟ اكيد اكيد، اللاعبين الكل على قدر المسؤوليه، اللاعبين كل عارفين قيمه النادي الاهلي وقيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي، اللاعبين القدامى حتى اللاعبين المصابين كما عمرو السوليه متولي عبد المنعم كلهم كانوا موجودين اليوم لتحفيز اللاعبين الكل. الصفقات اللي جات قدمت مردود متميز كما خالد عبد الفتاح او مروان، لكن اهم من هذا الكل هو عوده كهرباء اللي خلانا ندخلوا سجلنا الهدف الاول اللي سهل لنا اكثر المقابله، نشكروه ان شاء الله يكون عوده ميمونه ان شاء الله الكهرباء، وان شاء الله يكمل على نفس الساق ان شاء الله. طول عليك، لكن جمهور النادي الاهلي العاشق لعلي معلول اللي بيحفز ويدعم ويساند، رسالتك لايه وشايف اللي جاي ايه علي بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا لازم، احنا شفنا الجماهير بتاع النادي الاهلي اليوم والمسانده الكبيره اللي قدموها في تشجيع اللاعبين، على طول مدار 90 دقيقه كانوا ما وقفوش تشجيع للاعبين. نتمنى ان شاء الله في قادم المقابلات يكونوا موجودين بنفس العزيمه وبنفس الروح، وان شاء الله احنا كلاعبين نحاولوا ديما نخليهم فرحانين ان شاء الله. شكرا، بنبارك لكل لعيبه النادي الاهلي الحقيقه على ادائهم المميز، يعني بالتاكيد طبعا الروح كبيره جدا، لكن خلاص زي ما احنا عارفين مباراة تنتهي، ثلاث نقاط انتهوا، النادي الاهلي يفكر في القادم ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله، كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله، ثقتنا كبيره في كل اللعيبه، مباراه وانتهت والقادم يكون افضل، عندنا مهمه كبيره جدا لسه في بطوله الدوري العام ولا كل حدث حديث في بطوله كاس العالم.